السلام عليكم. وعليك السلام، اتفضل. ممكن اشارك؟ ممكن، اتفضل. الاسم بس، وشيعي ولا سني؟ محمد العراقي من النجف العراق. محمد شيعي يعني؟ نعم شيعي انا. طيب، وانا عرفت منين ان محمد شيعي؟ ما في محمد سني يعني؟ اهل السنة يسمون محمد وعلي وحسن وحسين. فضل والشيعة فضل. كذلك يسمون. تفضل. في أنا بهزر بداية معك حديثك بس. أهلا وسهلا بك. في بداية حديثك قلت عن الإمام المهدي، كيف أنه الشيعة يعتقدون القرآن عند الإمام المهدي ويعتقدون أنه فيه آل محمد وتم حذفت، وأنه هذه الآية حطت في نصف هذه الآية. فأنا أريد أن أجيب على هذه بإجابات سريعة. بالنسبة للشيعة يعتقدون بالقرآن الذي عند المهدي هو التفسير فقط، التفسير عند الإمام المهدي، وإلا القرآن هو نفسه قرآننا وقرآنكم واحد، فقط التفسير هذا واحد. والثانية والثانية القضية مال لا يا غالي. نعم اللي تكلموا لم يتكلموا في تفسير. وربي الذي خلقك وخلقني، والله ما تكلموا في تفسير. تسمح لي بس اكمل كلامي؟ انت بتقول كلام عائم او بتحاول تبرر، لكن هم لما اتكلموا عن كلمه القران. في فرق ما بين كلمه قران وتفسير القران. اي عالم عندك من علماء الشيعة قال ان القران الذي عند المهدي هو بدون تفسير وهو قراننا عند المهدي؟ اي عالم من علماء طيب الشيعة؟ ممكن اجيب لك حضرتك، ثواني لحظه واحده. ممكن يقول نص القران؟ لا، انت سالتني يا غالي، انت سالتني صح؟ نعم سالتك، يقول نص القران. يبقى انت لما حضرتك تسالني يبقى تنتظر الاجابه صح؟ نعم. ولا انا غلطان؟ نعم. طيب انا عديك مثلا مثالين مثالين بس، وانت حضرتك انت تفسرهم زي ما هم جم كده. يعني لو لقيت زياده من عندي او اي شيء تقول والله يا وليد اسماعيل انت زودت ايه من عندك. لا، هم ما قالوش كده. تمام، انا كده منصف؟ نعم. ولا مش منصف؟ لا ان شاء الله منصف. طيب. 100% ان شاء الله. ثواني بس اجيب لك علماء الشيعة والسنة كلاهما يرون القرآن مصان من التحريف، متفقون؟ لا، احنا اهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل، يعني احنا متفقون على ان القرآن مصان، لكن انتم لستم متفقين. يعني خلينا صرحاء مع بعض. يعني الصراحة ما عالم واحد. الصراحة حلوة صح؟ تمام؟ بص يا سيدي، ادي عندك اهو قول الطبطبائي، انا عايزك انت تفسره لي بس مش اكثر. خلاص، بيقول ايه؟ على انما يريد الله ليذهب وفاطمة والحسين عليهم السلام، ولا ينافي ذلك شمولها لازواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفيد وقوع الايه في سياق خطابين. قلنا ان كثير من هذه الروايات وخاصه ما رويت عن ام سلمة في بيتها نزلت الايه تصرح باختصاصها بهم وعدم شمولها لازواج النبي صلى الله عليه وسلم، وسيجيء الروايات فيها الصحيح. فإن قيل هذا مدفوع بنص الكتاب على شمولها لهن كالوقوع الآية في سياقين الخطاب، قلنا إنما الشأن كل الشأن في الاتصال بالآية بما قبلها من الآيات. فهذه الأحاديث على كثرتها البالغة ناصة في نزول الآية وحدها، ناصة في نزول الآية وحدها، ولا ذكره أحد اختصاص الآية بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما ينسب إلى عكرمة عروة. فالآية لم تكن، بص بقى هنا، فالآية لم تكن بحسب النزول جزء من آيات النساء النبي ولا متصلة بها، وإنما وضعت بينها إما بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو عند التأليف بعد الرحلة. اللي أنا عايز أفهمه النص اللي قدامك ده، اتفضل فهمولي. يقول لك ان الايه ديت ليست في مكانها الاصلي، وانما وضعت بامر النبي او وضعت بعد التاليف، عند التاليف بعد الرحله، يعني بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل
أنا عندي نقاش كامل على هاي النقطة، بس أنا أنت قلت على قضية المهد، خل أجل عن ليش؟ لا مش نأجل، ما أنا أنت ما تقطع مني كلام. أذكر لك هاي الأمور. سامعني. أذكر لك هاي الأمور وأنت براح. لا أذكر واحدة واحدة وأجيبك أنا. أذكر واحدة كده واحدة واحدة وأنا أقول لك مع المهدي، أجيب لك اللي مع المهدي. مع المهدي نتناقش فيها إن شاء الله هاي نأجل. عجبالك عجبالك والله ما تقلق. لا 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 ما تقلق ما تقلق ما تقلق. واحد من علماء الشيعة يقول القرآن مالتنا عند الإمام المهدي مضمون. ماشي يا غالي من عناية الاثنين ثواني بس أجيب لك الملف وعناية عشانك. الله يسلمك الله يحفظك. احنا كيف نرتل وتجويد ومسابقات قرآنية نعمل وقرآننا عند الإمام المهدي؟ يا غالي أنا ماليش دعوة بالمسابقات، أنا ليا دعوة بالكتب بتاعتك ماذا قالت، يعني الكتب بتاعتك إيه قالت إيه، أنا ماليش دعوة أنت بتعمل إيه. يعني أنا مالي دخل أصلاً بكتبك بمسابقاتكم أنتوا، أنت لما تيجي تناقشني هل بتناقشني فيما يحدث بين أهل السنة والجماعة الآن ولا بالكتب؟ تمام؟ هم عندك روايات ضعيفة. تمام يا غالي تعالى نتوكل على الله كده واحدة واحدة ومع بعض. استنى بس أكبر لك الكلام عشان يبقى شايف. بص يا غالي صلى على اللي يشفع فيك صلى الله عليه وسلم معايا. الو طيب بيقول يعني محمد بن محمد بن عمان الملقب بالمفيد في كتاب الارشاد صفحه 365 الطبعه 3 مؤسسه الاعلاميه عن ابي جعفر قال اذا قام قائم ال محمد ضرب فساطيط تمام يعلم فيها او يعلم فيها القران على ما أنزل فأصعب ما يكون علي من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف هنا لما اتكلم عن القرآن ولا اتكلم عن إيه؟ عن القرآن. جميل أوي نفس الرواية برضو تمام. بيقول إيه عن علي رضي الله عنه أرضاه كأني بالعجم فساطيط في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل. قلت أي الراوي يا أمير المؤمنين أليس هو كما أنزل أو أنزل؟ فقال لا، محي منه 70 من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم وما ترك أبو لهب إلا إزراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن القرآن ولا بيتكلم عن التفسير؟ الجواب أجاوب؟ تفضل أجاوب؟ من نفس الآية يقول أسماء المشرك أسماء المشركين وأسماء آبائهم وأسماء هؤلاء المشركين وأسماء آبائهم، صحيح لو لا؟ فهي واضحة مبين يعني بدون واضحة مبين. يا غالي هو هنا بيتكلم يا غالي بص طب بص عشان ما نختلف مع بعض. بص الرواية ديت بيقول إيه؟ يعني أنت كيف تقتنع يذكر آباء المشركين بالقرآن الكريم؟ يا سيدي أنا ما تحاكمني، أنا بحاكم كتبك، أنا ما تحاكمني أنا، يعني أنت تقول لهم هم كيف مش أنا. الكتب تمام. بص يا غالي بص يمكنك فقط الرد على المكالمات. بص معايا ولا راح؟ لا أسمع طيب لا بص الرواية دي لن أذهب تمام. بيقول إيه؟ عن أبي جعفر قال يقوم القائم في وتر من السنين إلى أن قال فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء تمام. طيب عن الإمام جعفر عليه السلام قال إذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حده وأخرج المصحف الذي كتبه عليه. نعم. يعني إيه قرأ القرآن؟ يعني المسألة مش مسألة تفسير، ربنا يبارك فيك. إما إحنا لما بنتكلم كلام بفضل الله عز وجل بنتكلمه عن دراية في كتب الشيعة. وضحت؟ أديني خرجت لك من الطبطبائي رحت لك للمهدي عندك. ده قرآن ولا تفسير؟ قال قرآن بس إحنا نعتبره تفسير. لا ما تعتبر أنت ما تعتبر يعني أنت ما تعتبر. أنت ده أنا ما كملت لكش بقية الروايات والله. أولاً نعتبره تفسير والثاني إحنا هاي الروايات نعتبرها كلها ضعيفة. وحتى لا انت ما تعتبر يا المشكلة بقى كل واحد يجي يقول لك ايه اصلا اعتبر
اصلا لا ما اخدش بالروايه ديت اصلا انا مش عارف ايه يعني. هو بص هقول لك حاجه، هو جميل ان انت ما تعتبر روايات التحريف دي روايات صحيحه، ولكن للاسف علماءك كثير منهم قال ان الروايات صحيحه، بل وقالوا انها مستفيضه كمان. طب ماشي يا سيدي، دي روايات، عن ماذا تقول في قول الطبطبائي؟ جيد، وصلنا الى قول الطبطبائي. اكو كلمه للشيخ لا انت القراني، انت وصلت انت وصلت الكلام الطبطبائي عشان تهرب من القائم، ما انت كنت من شويه هربت من كلام الطبطبائي للقائم، فلما رحنا للقائم قلت جيد ان احنا نوصل للطبطبائي عشان تمشي من القائم. وعلى العموم ماشي، ما فيش مشكله، اتفضل معاك. انا اربع انا خمس نقط تسجلهن امام. اتفضل اتفضل معاك. النقطه الاولى السريعه انا كاتبها امامي، اذا كتبت على الجوجل هاي الكلمه علماء الشيعة ينفون التحريف عن القران الكريم، سيخرج لك 30 عالما من كبار العلماء وكتاباتهم ينفون التحريف عن القران الكريم في كتاباتهم، بس تكتب هاي على الجوجل. هاي النقطه الاولى اللي ذكرت كاتبها. قضيه المهدي، اما نعتبر الروايات تفسير او نعتبرها روايات ضعيفه، وحتى لا صحت نحن لا ناخذ بها. هاي يعني قضيه مساله، هاي النقطه الثالثه قضيه القزويني. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه موجوده الان، اقول لك بس اكملها. اتفضل. بس اكملها. القزويني يقول كانت موجوده على محمد، ويقول هكذا نزلت، اي هكذا بالتفسير قصده. وله فيديو اخر للسيد القزويني، اكتب عليه على اليوتيوب، مو على قبل، على اليوتيوب اكتب السيد القزويني ينفي التحريف في القران، في هذا الفيديو الى محاضره ينفي التحريف. ما هو بعد ما انتشر معلش يعني، ما هو بص لما انا اقول ايه، لما انا اقول هكذا نزلت، ماذا يفهم العربي من كلمه هكذا نزلت؟ هكذا نزلت يعني بالتفسير، مع التفسير. لا مش مع التفسير، وإن كان الآية يعني التفسير لا يقال هكذا نزلت. هكذا نزلت يعني هكذا نزلت الآية، ما يقال هكذا نزلت أي التفسير. يعني هي بص أنا عايزك، بص أنا عايزك حاجة، أنا عايزك تبقى صادق مع نفسك عشان نوصل للنقطة بجد. أنا عايزك تبقى صادق مع نفسك، يعني أنا ما فيش عندي مشكلة إن أنا أقول إن فلان أخطأ، لكن إن أنا أحاول أبرر لفلان دي مصيبة. أستاذ حتى القرآن أكو آيات نوعين، أكو محكمات واضحات. يا سيدي أنا ما تكلمت على المتشابه ولا المحكم، أنت بتدخلني ليه في المتشابه والمحكم؟ أنا بتكلم يعني إن واحد مثلا من علمائكم ظهر في فيديو مثلا وقال والله أن هذه الآية هكذا نزلت، يبقى أنا عايزنا برر له إيه يعني؟ ولا حتى أسمع تبرير إيه؟ ما فيهاش تبرير. كلامه مشابه، كلامه مشابه. يا سيدي قول غلطان وخلاص، بالله عليك قول غلطان وخلاص. بالله عليك أنت عايز تطلعها بس مش قادر، أنا هطلعها، قول غلطان وخلاص. غلطان بس كده، خلاص انتهينا من المسألة، والله العظيم أنت إنسان جدع. طيب خلاص خلصنا من القزوين. نذهب إلى القراني. ايه رايك في كلام القراني لما بيقول لك ان الايه دي مش في مكانها؟ ده احسنت انا سمعت هذا الكلام، يشبه هذا الامر، يشبه على، يقول القران اول سوره نزلت سوره القلم، اقرا باسم ربك، هاي اول سوره بالقران نزلت. ولكن الان من تجي للقران اول سوره يا هي سوره الفاتحه، يعني جاء ترتيب، هذا الترتيب قد رسول الله رتبه، مثلا القرآن نزل على ترتيب وسور، بعدين النبي محمد صلى الله عليه وآله رتب على ترتيب وعطى للصحابة واستلموا، فهو قصد منها الباب صار تقديم وتأخير. وهذا الرأي بس الشيخ الكوراني، وما شفت أي رأي لأي عالم من علماء الشيعة تبنى هذا الرأي الكوراني، لعله هو هم غلطان الشيخ الكوراني. الحمد لله وصلنا أنه غلطان برضه. ليه؟ هقول لك ليه، هقول لك انا غلطان ليه. بص هقول لك حاجه، لو جاءت سوره الحمد اللي هي الفاتحه عندنا وعندكم اسمها سوره الحمد، لو جاءت سوره الحمد بعد سوره البقره مباشره ما فيهاش اي مشكله، صح؟ لان دي بسم الله الرحمن الرحيم ودي بتبدا بسم الرحمن الرحيم. ولو جاءت سوره ال عمران بعد سوره الحمد برضو ما فيهاش اي مشكله. لو جاءت سوره القلم بعد سوره الفاتحه
وبعد او حتى بعد سوره البقره برضو ما فيهاش مشكله، لان في النهايه بيقال ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني سوره جديده من اولها لاخرها. لكن ما ينفعش ان انا اجيب ايه من البقره مثلا واحشرها في آل عمران، او اجيب ايه من آل عمران واحطها في الاحزاب، او تتكلم بغير قصه. صح ولا مش صح؟ فانت بتحاول تبرر التحريف في القصه. انت بتحاول تبرر، انت بتحاول تبرر ان هو قال، هو الناس مش عارفه هو قال ايه. القراني، القراني جاء على ايه انما يريد، الجزء من الايه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، تمام؟ وقال لك ان الايه دي ليست في موضعها الطبيعي، وما قالناش فين الموضع بتاعها، وقال لك لو اخذنا السياق من تحت ومن فوق وضمناه على بعض السياق يمشي عادي، ما فيهوش اي مشكله. دي في نفس، دي في حد ذاتها جريمه. انت تعرف ليه جريمه؟ هو انت تعرف ليه جريمه يا اخي؟ لان كده كان الصحابه تلاعبوا في ترتيب الايات. اي صحيح. بص، ما في، بص، ما في عالم سني، ما في عالم سني اختلف على ان ترتيب الايات توقيفي. عارف يعني ايه توقيفي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو من وضع الايات في مكانها ده. صحيح. تمام؟ صحيح. ولكن البعض اختلفوا في ترتيب الصور. صحيح. البعض اختلفوا في ترتيب الصور. فالبعض اللي اختلف في تفسير الصور، في ترتيب الصور، قال لك حتى لو الصور مش مرتبة فلا تضر. يعني عدم ترتيب الصور لا يضر، مع ان اكثرية اهل العلم قالوا ان ترتيب الصور على التوقيف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو من رتب الصور. ولكن انا تمشيت معاك، قلت لك حتى لو الصور مش مرتبة فهي بتبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فدي صورة مستقلة ودي صورة مستقلة ودي صورة مستقلة. لكن أنا عشان أخذ آية من صورة وأقول إن الناس وضعوها، أي الصحابة وضعوها في الموضع ده، يبقى أنا كده اتهمت اتهمت القرآن الكريم أو ترتيب الآيات بأنه ليس توقيفي، يعني ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، واتهمت أن هذا الترتيب ممكن يصنعه بشر، يتلاعب فيه بشر. طيب جميل، ده الشق الأول اللي ممكن الناس تتماشى معاه أو ياخدوه كده بعض الشيعة ويقول لك آه ممكن الصحابة. طب ماشي، إذن هناك تقصير، إذن هناك تقصير من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جاءوا لحفظ القرآن ولحفظ السنة، فكيف يتلاعب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في هذه الآية ولا يأتي علي مثلا أو الحسن أو الحسين ويأخذ هذه الآية من هذا الموضع ويضعها في الموضع الأصلي لها؟ فإذا هذا اتهام أيضا بالتقصير لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكده معناها أن القرآن كمان أخطأ. صحيح؟ أخطأ. صحيح. جميل، يبقى إحنا كده عندنا القزويني أخطأ وعندنا القرآني أخطأ. نروح للطبطبائي وصلح خطأه. القزويني صلح خطأه والقرآني ماشي ماشي يا سيدي، القزويني صلح الخطأ بتاعه، ولو القرآني صلح الخطأ بتاعه برضه، فكان أخطأ وصلح الخطأ بتاعه، ومش عيب الإنسان يخطأ ويصلح الخطأ بتاعه. تعال نروح للطبطبائي. الطبطبائي بيقول إيه هنا؟ بس الطبطبائي تزاكى شوية. إزاي تزاكى شوية؟ لاحظ معايا، بيقول إيه؟ وإنما وضعت بينها إما. أنت عارف يعني إيه إما؟ بني. يعني إما مثلا إيه؟ يعني تحتمل احتمالين. بني. تمام؟ تحتمل احتمالين، تمام؟ طب أنا عايز أسأل سؤال، إزاي تحتمل احتمالين ويا طبطبائي المفروض إن أنت عارف أن هذا القرآن أو ترتيب الآيات ترتيب توقيفي؟ الطبطبائي تفسير، أولا تفسير قديم، والثانية بكل آية أو كل سورة من يريد يفسرها يعطيها بحث آراء العلماء أو يعطيها بحث روائي. لا، هو هنا ما حطاش بحث روائي. أنا فاهم اللي أنت بتقوله، بس هو هنا ما حطاش بحث روائي، هو هنا قال حاجتين، قال إما وإما. يعني إيه؟ يعني احتمال إن الآية دي يكون النبي صلى الله عليه وسلم وضعها هنا. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم وضع كل الآيات، يبقى ليه طبطبائي بتقول لي الكلام دوت؟ هو قال الكلام ده عشان يغطي على الجملة اللي هتيجي، بيقول إيه؟ وإنما وضعت بينها إما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند التأليف بعد الرحلة. أنت عارف يعني إيه عند التأليف بعد الرحلة؟ يعني عند جمع القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن وكأنه يقول حينما جمع القرآن تم وضع الآية هنا، يبقى هو برضو هيبقى زي القراني بالظبط، يبقى هو هيبقى زي القراني بالظبط. أخطأ الطبطبائي، كلام مقطوع بعد النبي. إيه؟ ما عدا كلام مقطوع بعد النبي. ما عدا، ما هو لو الصحابة هم اللي حطوا الآيات إذن القرآن اعتلاه إيه؟ التبديل. صح ولا مش صح؟ مثلا قد هو يعني هاي أنت عايز، بص هو غلطان برضه، والله غلطان، والله غلطان. أخطأ الطبطبائي. أي هم يعني أي المفروض ما يقول إما النبي وإما الصحابة. صح كده؟ أنت إنسان، أنت إنسان صح كده. أي صحيح. أنت إنسان صح، أنت كده بتنتصر لكتاب الله عز وجل. هو لو هو من قال إما الصحابة يعني خرج الأمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش، أصل إحنا الخيارين ما ينفعش يتقالوا. ليه؟ لأن أنت طبطبائي المفروض أن أنت تعتقد أن ترتيب الآيات توقيفي. يعني إيه توقيفي؟ كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من وضع الآيات هنا. طب إزاي أنت بتعتقد بذلك ثم تقول أو عند التأليف بعد الرحلة؟ صحيح، المفروض ما يحتمل هيك احتمال. بالضبط. ليه؟ لأن ده بيبقى انتصار لقرآن السنة والشيعة. إحنا المفروض أن إحنا قرآننا واحد من الدفة للدفة. فلو احنا حطينا نظريه، لو احنا حطينا نظريه الطبطبائي ان الصحابه بدلوا الايات او اخذوا ايه من مكان وحطوها في مكان، يبقى كده في اسمه تحريف التبديل. صحيح، وده لا يليق. المفروض ما يقول اما. اي صحيح، المفروض ما يقول اما واما. صح كده. طيب نروح بقى للفايد الكاشاني. ماذا قال الفيض؟ الفيض الكشاني قال أن هناك علماء منهم فلان وفلان وفلان قالوا بالتحريف صراحة. لعله قصده التحريف في المعنى وليس لا، وما كان يتكلم عن تفريح التحريف المعنى، هو تكلم عن تحريف القرآن. بص يا غالي، لا يقال، لا يقال تحريف المعنى، ولكن يقال تحريف القرآن. وإلا هناك عشرات التفاسير من حرفت المعاني. صحيح ولا مش صحيح؟ نعم. يعني سواء سنة أو شيعة، مش هقول لك بس شيعة، عندنا مثلا الصوفية وعندنا كذا وكذا وكذا، منهم من حرف يعني تفسير القرآن على كلامك. تمام. لكن لا يقال على التفسير أنه محرف، ولكن الذي يطلق عليه كلمة محرف هو القرآن الكريم. فعندك الفايد الكاشاني يقر بأن هناك عدة علماء قالوا صراحة بتحريف القرآن. أين كلامه؟ استنى أجيبه لك. حاضر، من عناية الاثنين. الله يسلم عيونك. معلش أخذ شوية من وقتك. أي براحتك. ماشي، بقول إيه؟ تعال نشوف كده. بص بقول إيه. ولا يبعد ايضا ان يقال ان بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان. بص هنا هو بيتكلم عن التفسير والبيان. تمام. اسمعني لسه، ما تقولش احسنت دلوقتي، استنى هتتصدم، هتتصدم، ما تقولش احسنت دلوقتي. ولا يبعد ايضا ان يقال ان بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يكن من اجزاء القران، فكون التبديل. لاحظ يقول ولا يبعد. اسمعني بس، اسمعني، جاي لك في السكه بس، ما تستعجلش، ما تستعجلش عشان موقفك ما يبقاش وحش. ولا يبعد أيضا أن يقال إن بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يكن من أجزاء القرآن، فيكون التبديل من حيث المعنى، أي حرفوه وغيروه في تفسيري وتأويلي. لحد كده زي الفل. أعني حملوه على خلاف ما هو به، فمعنى قولهم عليه السلام كذا نزلت أن المراد في ذلك لا أنها نزلت مع هذه الزيادة في لفظها فحذف منها ذلك اللفظ. ومن ما استنى بس، استنى يا عم، استنى، طلع القزويلي، القزويلي طلع الرجال. اسمعني بس، اسمعني، الله يبارك في عمرك، اسمعني، اسمعني. ومما يدل على هذا ما رواه في الكافي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام أنه كتب في رسالة إلى سعد الخير وكان من نبذهم، يعني نزل الكتاب، أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده. فهم يا عم استنى، أنت عملت أحسنت، أحسنت، بس استنى يمكن تتصدم دلوقتي، ما تستنى. بالي استنى. بيقول إيه؟ بالي.
ولا يراعي الجهال يعجبهم حفظهم للرواية والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. الحديث وما رواته العام أن علي عليه السلام كذب في مصحفه الناسخ والمنسوخ، ومعلوم أن الحكم بالنسخ لا يكون إلا من قبيل التفسير والبيان ولا يكون جزءا من القرآن، فيحتمل أن يكون بعض المحذوفات أيضا كذلك. هذا ما عندي من التقصي، المفروض تقصي عن الإشكال، والله أعلم حقيقة الحال. وأما بص بقى هنا بقول إيه، وأما اعتقاد مشايخنا، وأما اعتقاد مشايخنا في ذلك، فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثرى أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن. في إيه؟ في القرآن، لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيه، مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه. وكذلك أستاذه علي بن إبراهيم القومي فيه، فإن تفسيره مملوء منه وله غلو فيه. وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي رضي الله عنه كما يقول، فإنه أيضا نسج على منوالهما في كتاب الاحتجاج. وأما الشيخ أبو علي الطبرسي فإنه قال في مجمع البيان أما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه، الزيادة فين؟ في القرآن. وأما النقصان فيه فقد روى أو روى جماعة من أصحابنا وقوم فيه منهم الحشوية أو من الحشوية العامة أن في القرآن تغييرا ونقصانا. شفت بقى انصدمت، عمال أقول لك اصبر. نعم عمال أقول لك اصبر، كاشاني على كلام، عمال أقول لك اصبر. أنا أقول لك أي أنا هم أقول لك اصبر، أريد أناقش الكاشاني على كلامه. تمام، هو بيقول بص هنا البداية هنا، وأما اعتقاد مشايخنا في ذلك فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن. عرفت إيه؟ عرفت كلام، أريد أناقشه. أنا اتفضل قال الكليني الظاهر، هو هكذا يقول، الظاهر على الكليني يعتقد بالتحريف. كيف؟ شنو دليلك يا كاشاني؟ يقول لأن الكليني ذكر روايات التحريف في كتابه ولم يعترض عليها. صحيح. أنت بأي دليل تعتبر يا كاشاني؟ بأي دليل يا حضرة الكاشاني؟ بأي دليل تعتبر شخص روى في كتابه روايات التحريف ولم يرد عليها؟ بأي دليل تعتبره يعتقد بما موجود في التحريف؟ ما هو عشان هو ما هو قال لك هنا، اسمعني أقول لك بأي دليل. أنا هقول لك بأي دليل. بص يا سيدي، نرجع لكلامه تاني، بيقول إيه؟ لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي، اسمعني بس، ولم يتعرض لقدح فيها، يعني جاب روايات تحريف قرآن وما تعرض لهاش، مع أنه ذكر، اسمعني بس، مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه. يعني هو بالمعنى كده البسيط أن كليني ألف كتاب اسمه الكافي وأتى بروايات تقول بتحريف القرآن، فجي العم الفايض قال لك أن كليني أو أن كليني يعتقد بتحريف القرآن. ليه يا عم الفايض الكشاني؟ قال لك لأنه روى روايات تقول بالتحريف ولم يعترض عليها. لا ما قالش كده كمان بس، قال له كمان هو كان يثق في الروايات التي ينقلها إلى الكافي. يعني هو يثق في الرواية، يعني هو لا يرى إذا كانت هذه الرواية ضعيفة لا أخذها، وإذا كانت هذه الرواية صحيحة أخذها. فهو دي حجة الفيض الكشاني، بيقول لك إن هو روى روايات. ما قلت ليش أحسنت أنت على فكرة، بس الكاشاني ما وضح اهو اي نوع التحريف. اقرا انت حضرتك، اقرا اهو. لا وضح اهو، بص، يعتقد التحريف والنقصان في القران، يعتقد التحريف والنقصان في القران. لاحظ ان هو في البدايه لما انت قعدت تقول لي احسنت، لاحظ ان هو فرق ما بين التفسير والبيان والقران. يبقى لما يجي يقول لك تحريف ونقصان القران يبقى لا يقصد التفسير والبيان. قول لي بقى أحسن. لحد الآن ما واضح كلامك. لا واضح. لحد الآن ما واضح. لا والله واضح. والله واضح. هنلف وندور تاني. والله واضح. لأن هو يقول الكليني ذكر في بداية كتابه أني أثق بما رويته.
هاي موجودة الكلمة عند الكليني يقول أنا أثق بما رويته؟ هو الذي يقول موجودة. أنا ما تحسبنيش أنا حزب الفايد الكاشاني. خلص كان نمشي أنا. يبقى إذن الفايد الكاشاني إما أن يكون كذب على الكليني أو صدق على الكليني. احتمال الكاشاني مشتبه، نمشي أنا ويا ريد مشتبه. ماشي يا سيدي مشتبه ما فيش مشكلة، خلينا طيب ماشي ما فيش مشكلة مشتبه يا سيدي. خلاص مشتبه. طب احنا نعمل بقى في الروايات الصحيحة ايه اللي موجودة في الكافي التي تقول بتحريف القرآن؟ الجواب، الجواب على ذلك موجود في كتاب تفسير القرآن للسيد الخوئي وهو زعيم الحوزة العلمية لملايين من الشيعة يقلدوه اللي كان قبل السيد السيستاني. نعم. السيد الخوئي عند كتاب البيان في تفسير القرآن له، وفي هذا الموضوع أنا قرأت له موضوع يرد به على كتاب فصل الخطاب في إثبات كتاب تحريف رب الأرباب، يرد عليه ويرد عليه ب 12 ذلك يعطي 12 دليل على وجود التحريف بالقرآن. من ضمن الأدلة يقول ستركبون كما ركبت الأمم السابقة وحرفت كتبهم، أنتم أيضا ستحرفون الكتب. طيب طيب أنا عندي سؤال من الكلام اللي حضرتك ذكرته. فالسيد الخوئي مرة خصتك. جميل. أو أنت بتقول حضرتك أن الخوئي من أن الخوئي حضرتك قلت نعم. بس أكمل كلام. كمل قال من ضمن الأمور قال له مو كل شيء صار في الأمم السابقة الآن حدث، صار في الأمم السابقة العجل والسامري الآن لم يحدث، فرد علي 12 مورد على صاحب فصل الخطاب يرد ويقول نص كلامه، يقول كل من يقول بمحرف القرآن إلا من ضعف عقله، تكتب كلام السيد الخوئي إلا من ضعف عقله على جوجل تطلع لك. جميل. أحسنت. أنا بقول لك أحسنت. أي حسن الله لكم. فقال أي رواية تجينا من رواياتنا أما نشوف لها شو اسمه تأويل نقول تحريف لفظ تحريف معنوي، وإذا أجت رواية صحيحة نتركها هي والصحاح مالتها وهي ورواياتها نتركها عظاما للقرآن الكريم. هذا نص كلام السيد الخوئي وهو من كبار المراجع. جميل. طب أنا عندي استفسار حضرتك على الكلام اللي حضرتك قلته. الاستفسار الأول، الخوئي على من كان يرد؟ على نعمة الله الجزائري صح؟ لا، الطبرسي، النور الطبرسي مؤلف كتاب النور الطبرسي. النور الطبرسي، آسف، النور الطبرسي. تمام. مؤلف الخطاب. نعم. الكتاب اسمه ايه؟ تفصيل الخطاب في إثبات كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. إذن النور الطبرسي لم تطبعه. إذن اسمعني بس. إذن النور الطبرسي تمام ألف كتابا وجمع فيه معظم الروايات الشيعية التي تقول بتحريف القرآن، وأراد بهذا الكتاب إثبات تحريف القرآن. بالمناسبة هو تراجع عنه كما قال. أنا ما نجد أبقى تراجع عنه، يعني هو كان الأول أخطأ برضه. قال أنا لم أقصد التحريف اللفظي كما ذكره الشيخ الطهراني في. لا ما قال يعني. بص عنوان الكتاب نفسه. طبعا من بعد ما. بص عنوان الكتاب نفسه. عنوان الكتاب نفسه. بص اصلا مش هنقعد نلف ورا بعض لان ده قرآن، واللي عجبني فيك ان انت بتنتصر للحق. تمام. الراجل ألف كتابا يقول فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب. يعني ما ينفعش. تلميذه هو الشيخ الطهراني يقول جلس معي وقال لي لم اقصد، لعله قامت القائمة عليه وتراجع. الله المستعان. يعني مفيش حاجة اسمها مفيش حاجة اسمها لم يقصد. يعني هو لم يقرأ قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ذلك الكتاب لا ريب فيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل.
أنا كما قرأت على هذا قضية هذا الكتاب مال فصل الخطاب أن حرام حرام ما يجوز ما يجوز وما يجوز طبع هذا الكتاب أصلا ما يجوز أصلا ألف كتيبا صغيرا ألف كتيبا صغيرا يثبت القرآن الكريم هو مين اللي هو اللي ألفه ما ممكن يكون واحد أصلا ألفه نسبه لي عشان يغير يعني أو يغطي على الطمة الكبرى يعني ولحد الآن لم تطبعه أي مطبعة شيعية لم تطبع هذا الكتاب ما هو هيطبعوا يعملوا بيه هيطبعوا يورطوا نفسهم هيطبعوا يورطوا نفسهم ذاك اليوم بالمناسبة أنا على فكرة المجلسي كمان المجلسي قال إن الآية إن الآية دي مش في موضعها إيه رأيك؟ نعم. المجلسي كمان الآن نعم. المجلسي نعم. مشى المجلسي قال نفس كلام الطبطبائي قال لك أن هذه الآية ليست في موضعها وأن الصحابة وضعوها في موضع زعموا أنها تناسبه إيه رأيك في المجلسي؟ نقطة فقط نص دقيقة أقول لك بها بعض القنوات المسيحية تتهم المسلمين أنه قرآنهم محرف وتذكر كتب الشيعة وكتب السنة وأنا أناقشهم دائما أناقشهم ودافع عن السنة والشيعة أقول لهم اسمعوا أن عندنا روايات الشيعة والسنة أيضا عندهم روايات وكلانا نرفض رواياتنا رواياتنا التحريفية السنة يرفضون رواياتهم التحريفية ونحن أيضا نرفض رواياتنا التحريفية فالشيعة والسنة كلهم نحن مجمعون على وحدة القرآن بخلافكم أنتم يا المسيحيين عندكم أربع أناجيل دائما أناقشهم ما ينفعش برضو يعني أنا حاول لك حاجة على فكرة الذي جاء بالتحريف جاء هو زكريا بطرس عليه اللعنة تمام وجاء بكتاب النور الطبرسي ما جاش بكتب من أهل السنة يا جماعة وأنا سمعت الحلقة دي جاب الله المستعان ولكن أنا عايز أقول لك حاجة بعد الكلام اللي أنت قلته إن لم ننتصر لكتاب الله عز وجل فإلى من ننتصر يعني الثقل الأكبر بص يا بص إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة هو كفر وليس خطأ إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة هو كفر وليس خطأ وكل من قال بتحريف القرآن هو كافر هو كافر فالنور الطبرسي عندما ألف الكتاب فهو أصبح بذلك كافرا لأنه اتهم الله عز وجل والعياذ بالله كمان بالكذب الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ذلك الكتاب لا ريب فيه وكأنه يقول لا ذلك الكتاب يوجد ريب فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا 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 لم تحفظه يا الله والغريب أنه يقول إيه رب الأرباب فالله المستعان فعندنا نحن أهل السنة والجماعة كل من قال بتحريف القرآن عالما أو متعلما أو عامي فهو كافر ليه؟ لأن الأمر ده معلوم من الدين بالضرورة النوري بقى الطبراسي قال الكلام ده فهو عندنا كافر فإن تاب ده شيء آخر كل من قال أن القرآن تم التلاعب فيه فهو عندنا نحن أهل السنة جماعة كافر تابوا دي بقى مسألة تخصهم هم وشكرا ليك ونسأل الله عز وجل الهداية لك ونراك عن قريب بإذن الله تعالى من أهل السنة والجماعة يعني دين النفس المطمئنة شكرا لك الله يسلمك